السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك أخوكم أحمد شيطو وحلقة جديدة النهاردة إن شاء الله من برامج أندرويد. النهاردة إن شاء الله يا جماعة معانا حلقة جديدة للناس اللي معاهم موبايلات سامسونج، مش أي موبايلات برضك، هي الموبايلات اللي هي بتدعم متجر السمات. معانا البرنامج ده للكمبيوتر، هتقدر من الكمبيوتر تعمل سينز وتحطه على الموبايل عندك وتطبقه عندك إن شاء الله. الميزه فيه يا جماعه ان البرنامج ده يعني انت تقدر تعمل منه السيمز بتخصيص، يعني انت تتحكم في كل حاجه بالسيمز، شكل الساعه، لون الساعه، شكل الخط، لون الخط، الاستاتيو بار، الابلكيشنز اللي عندك، ممكن تحط له ايكون باك، ممكن تعمل السيمز زي ما انت عايز من الالف للياء حرفيا. البرنامج بس يا جماعه، بس يعني نقول يعني لو نبذه كده عن البرنامج. البرنامج ده طبعا من تطوير موقع سامسونج او المبرمجين على سامسونج. البرنامج صعب انك تجيبه من على النت، مش متاح لاي حد، بس الحمد لله انا قدرت اجيب اللينك ليه. يعني طبعا هو مش احدث فيرجن، يعني لو احنا زي ما احنا شايفين كده، لو احنا نيجي نفتح البرنامج دلوقتي هيجي يقول لي ان انت الفيرجن شغال بيه اللي هو الفيرجن 3.0.21 ده، وفي فيرجن احدث اللي هو 5.0.50. لو انا قلت له اوكي عشان او دخلت على اللينك اللي فوق ده عشان احمل الفيرجن الاحدث، مش هقدر طبعا، لان عشان تنزل اللينك الاحدث ده لازم سامسونج بتوافق عليك ان انت كمطور، ولازم تعمل شويه سيمزات وتعرضهم عليهم وهم يوافقوا عليها، حوار طويل ورخم كده عشان يقدر يدوك اللينك ده. ودورت برضه في النت كتير على اللينك الحقيقي اللي هو يعني اخر فيرجن ده، للاسف ما قدرتش اوصل له. احدث حاجه قدرت اوصل لها اللي هو اللينك ده. طبعا لو انا عملت هنا اوكي هيفتح لي صفحه، واذا قلت لكم مش هعرف احمل اخر فيرجن، لو عملت اكزايت البرنامج كله هيقفل. تمام، فالحل الوحيد عشان تقدر تستخدم البرنامج دوت انك لازم تقفل الانترنت. زي ما احنا شايفين هنا الواي فاي تحت عندي شغال، فانا هنا هقول له ايه زي وضع الطيران، انا خلاص ما عنديش انترنت. لما اجي افتح البرنامج عادي فهو هيشتغل معايا عادي خالص، ومش هيقول لي بقى ايه ان انا عايز منك انترنت والكلام ده كله او النسخه الاحدث يعني. طيب دي واجهة البرنامج يا جماعة. إن شاء الله هنبدأ بقى نشتغلها إزاي، هنمشي مع بعض خطوة خطوة. إزاي تقدر تعمل سيمز وتطبقها على التليفون عندك؟ هنختار أول حاجة اللي هي سيمز فول باكج ديت. تمام، ماي سيمز اللي هو يعني الاسم بتاعه، فهنسميه مثلا تيست. تمام، كومباني دومين، أي حط أي أسامي أي حاجة، فيرجن مثلا هنا فيرجن 2، أي حاجة، فيرجن نيم فيرجن 2. تمام، هو بيقول لك انت عايز البيس كلر يعني اللون السائد في السيمز اللي هو اللايت يعني فاتح ولا دارك اللي هو غامق، فهنقول له مثلا لايت. تمام، وهنقول له اوكي. هيبدأ هنا ده، اقول له انا نيكست وخلاص. المهم هنا دي اول حاجه خالص، زي ما احنا شايفين اللي هي كلمه كومون اللي على الشمال ديت. نيجي هنا على الباك جراوند. تمام، الباك جراوند اللي هو اللهم صل على النبي الخلفيه بتاعتك، لو انت عايز تحط خلفيه يعني للسيمز او كده، معينا منها مش دي المهمه. نخش هنا على الكلر، فنيجي هنا نشتغل عليه ازاي. هو هنا مثلا بيقول لك برايمري كلر، اللون السائد في الروم عامه، في انا اسف في السيمز، انت عايز السيمز اللون السائد فيه يبقى ايه. فاحنا مثلا هنقول له اي لون، هات مثلا ايه اللون البرتقالي ده مثلا، مثلا فرضا ده يعني. زي ما احنا شايفين يا جماعه اللي على الشمال هنا ده كده، ده اللي هو صورة ديفولت. تمام، وعلى اليمين هنا اللي احنا بنختارها، يعني هنا مثلا دلوقتي كده لو احنا غيرنا اللون وقلنا ده مثلا، هتلاقي بص على اليمين هنا اتغيرت، لو غيرنا هنا على اليمين هنا اتغيرت. هو مثل البرنامج ده كده ان هو بيوري لك اللون اللي هتختاره هيبقى شكله عامل ازاي. تمام، فاحنا مثلا اخترنا ده. طيب هو بيقول لك هنا التكست، عايز الخط بتاعك يبقى لونه ايه بتاع الروم. لو احنا شفنا يا جماعه مثلا، لو انا اخترت هنا ازرق هتلاقوا اللون هنا بقى ازرق، اللي هي كلمة ليست ايتم 1 وليست ايتم 2. لو جبنا لون تاني عشان يبان هتلاقي اللون بيختلف اهو. تمام، فاحنا مثلا هنقول له اللون ده فرضا، يعني اي لون يا جماعة، انا مش شرط اعمل سيمز يكون شكله حلو دلوقتي، على قد ما انا بعلمكم ازاي تعملوه او فكرة البرنامج ايه، وكل واحد بقى بدماغه يعني يعمل سيمز زي ما هو عايز. طيب السكندري تكست كلر اللي هو الخط التاني، عايز يبقى لونه ايه مثلا، فاحنا هنقول مثلا اللون ده. لو عايز احشي من برضو يا جماعه، لا اللي هي دي اللي بتتغير، لان يعني انا برضو غيرت لكم اللون، تاخدوا بالكم هتلاقي اتغيرت اهي، لان هو يقصد بيها دي عشان تبقى فاهم بس كل حاجه.
بيوصل بيها ايه في الرو، تمام؟ فاحنا هنختار اللون الاخضر ده مثلا، اي حاجه، تمام. طيب الهايلايت تكست كلر، الهايلايت تكست كلر اللي هو يا جماعه هنيجي برضه من غير هنا كده، اللي هي الكلمه ده اللي هو ده، وكلمه سيلكت مثلا دي اللي احنا شايفين كل ما تغير اللون هتلاقي اللون بيختلف معاك، تمام. هنقول له مثلا اللون ده ايا كان. طيب ايرور تكست كلر اللي هي كلمة ايرور هنا دي مثلا عايزها يبقى لونها ايه، فهنقول له يا سيدي خليها اخضر، اي حاجة اي لون يعني. انا زي ما بقول لكم مش لازم اعمل سيمز يكون شكله كويس قوي، على قد ايه ما انا بوريكم فكرة البرنامج عاملة ازاي او اشتغلها ازاي، مثلا اللون ده، تمام. طيب دي كده احنا هنا كنا في الكلر خلصناها. طيب هنيجي هنا في الاكشن بار، الاكشن بار هنا اللي هي اللون ده، تمام. هو هنا بصوا يا جماعه كده، لازم نغير اللون بس عشان يبان كلمه سب اب بير ديت او سب اب بار، تمام. هنخليها مثلا باللون دوت. البوتون هنا اللي هو كلمه بوتون دي عايز يبقى لونها ايه، هنقول له مثلا اخضر اهوت، اي حاجه، تمام. طيب هنا التايتل ده نيجي مثلا التايتل اللي هو اللون اللي فوق ده عايزينه يبقى لونه ايه، التايتل ده هتلونه ازرق مثلا ولا نجيب نقط مثلا اللون ده، تمام. طيب البوتون تكست كولر اللي هي هوريها لكم اللي هي يا جماعه منيو والتاتش فوق بعض دومت عايز يبقى لونهم ايه، فهنقول له مثلا اللون ده، تمام. طيب بس البتاع فوق كده هنا مش هتبقى واضحة عشان اللون ده، ممكن نرجع للكلر ده تاني ونغير ديت نخليها أخضر مثلا، أو ممكن نسيبها زي ما هي ونغير الأكشن بار هنا، نغير كلمة تايتل ديت، نغير اللون بتاعها نخليه هنا مثلا بالأزرق أو بالأخضر، وهنا دي هنخليها برضو بالأخضر، تمام. طيب احنا كده هنا خلاص في الخانة دي احنا كل حاجة كده عدلناها. ماشي. هنيجي هنا لكلمة ليست، كلمة ليست لا الوان الحاجات اللي هي دي يا جماعة، يعني لو جيت هنا كده زي ما احنا شايفين اللون بيختلف بتاع ايه، بتاع اللي هو الشريط اللي في الجنب ده يا جماعة اللي هو السكرول ده، تمام. هنخلي مردوك مثلا لونه اخضر، من الالوان دي ممكن نغيرها اللي هو كلمه سب هيدر ديت ولا هيدر، سب هيدر ديت ممكن نغيرها برضو اللون بتاعها هنخليه كده. طبعا يا جماعه انت بقى وخيالك، شوف انت ذوقك جايبك ايه في ايه في الالوان، انا بديكوا اي حاجه وخلاص. هنا الفونت، هنا الفونت اللي هو الخط عايز شكله عامل ازاي، لو تاخدوا بالك كله مغير، كل ما الخط شكله بيتغير في حاجات كتيرة، فاحنا يعني نختار أي حاجة. ممكن نختار مثلا دوت كوتلي أو هدا مثلا اللي هو ميس شيف ده، تمام. طيب في حاجة تانية في الخانة دي؟ لأ مفيش. طيب نجيب الكلوك هنا مثلا، برضه الكلوك شوف أنت عايزها تبقى إيه، أي حاجة من الحاجات دي فهنجيبها برضه هي هيها. ممكن تختار اختار تاني طبعا، أنا بجيب أي حاجة يعني، تمام. طيب هنا الديالوج، هنا جاي يقول لي اللهم صل على النبي، هنا مثلا البرتقالي ده بيقول لي انت عملته اخترته قبل كده في حاجه قبل كده، احنا هنا ممكن نغير دي مثلا لو خليناها احمر اللي هو الخط ده يا جماعه، تمام. هنقول له هنا اوكي مثلا. هنا السكرول بار كولر اللي هو الشرطه ديت عايز يبقى شكلها عامل ازاي، فهنقول له ازرق مثلا، تمام. طبعا ده اللي احنا كنا مخلينه قبل كده اللي هو الكلمه اللي هي بتاعت سورت باي وسينزو تايب ديت، هو جايبها لي من اللون اللي كنت مختاره قبل كده، تمام. دي كده خلصت. الكنترول هنا ادي البوتون، البوتون هنا طبعا احنا هنا ممكن نختار يعني ممكن تحمل شكل من عندك من على الكمبيوتر لو انت عندك شكل الزرار، يعني البوتون اللي هو الزرار لو انت عندك شكل تاني ليه ممكن تعمله تختاره من عندك، ما عندكش خلاص سيب الديفولت بتاعه. هنا اللون بتاعه عايزين يبقى لونه ايه، كلمة بوتون ديت فخليها اي حاجة اخضر مثلا او خليها اللون ده،
اللون ده مثلا، ماشي، ونقول له اوكي. طيب انت عايز ده لونه ايه؟ اللون اللي هو ده يا جماعه عايزين يبقى لونه ايه؟ انا مثلا والله هقول له هاتهولي لونه اخضر يا سيدي. طيب فانكشن بوتونز، هنا زي ما احنا شايفين ان الاخضر ده جاب لي اللي هو علامه زائد وزائد، الاحمر ده اللي هو ناقص وناقص، ممكن طبعا اغير فيهم زي ما انا عايز. تمام، الالوان دي كلها ممكن اغيرها، يعني لو انا مثلا جيت على ده كده وعملته هنا ازرق، هنلاقي السوالف دي بقى لونها ازرق هنا اهوت او اصفر زي ما انا عايز. تمام، هنا مثلا ده اللي هو الباك جراوند اللي تحت الصليبه او الزائد ديت، تمام، نخليها ابيض زي ما هي. هنا الكولر بتاع البوتون لو عملنا هنا احمر اللي هو الالوان اللي تحت دهيت او الشكلين دومت عايزين انه يبقى ايه، لو قلنا اخضر مثلا اربع اشكال دومت هنقول لنا اوكي. طيب السويتش، السويتش يا جماعه اللي هي شكل الحاجات ديت، تمام، ممكن برضو كده تختار لها شكل من عندك من الكمبيوتر، لو ما عندكش خلاص سيب الديفولت بتاعه، ممكن تغير بس الالوان وخلاص. زي ما احنا شايفين اللون بيتغير هنا اهوت اللي هو اللون دوت، هنسيبه اخضر مثلا. والاوف بيقول لك عايز الاوف لما كل حاجه معموله سويتش اوف يبقى لونها عامل ازاي، هنقول له احمر. طبعا هنا ده اللون الباك جراوند، يعني اللي هي الحته دي اللي جنب الاحمر ده يا جماعه، زي ما احنا شايفين كده لو جينا هنا كده وغيرناها شلون نغير ازاي، نسيب هنسيبها ايه ابيض زي ما هي. في هنا ديسيبلد اللي هي لما تكون حاجه زي كده السويتش ديسيبلد دي عايز يبقى لونها عامل ازاي، ما كنت عامل حاجه ديسيبلد عندك نقول له ازرق مثلا. وبرضه كنت تختار الباك جراوند بتاعها او اللي هو الجزء اللي ورا، يعني ده اللون بتاع الدايره دي، والشكل اللي جنبه هنا ده الابيض ده اللي هو بتغير لونه من هنا، يعني زي ما احنا شايفين بصوا كده برضك فوق، يعني الاخضر ده برضك تمام او الابيض ده لون لون البوتون ذات نفسه اللي هي الدايره البيضاء دي، والاخضر اللي هو اللون اللي وراها هنا الاحمر كده نفس الفكره. تمام، طيب اندكس سكرول بار اللي هي الشرطه اللي هي دي يا جماعه اللي هي السكرول ديت. تمام، لو احنا مثلا خلينا دي هنا احمر شايفين بقى شكلها عامل ازاي، او هنا ازرق، ف يعني ممكن نسيبها ابيض زي ما هي. وعايز الحروف بقى الاي بي سي ديت عايز يبقى لونها عامل ازاي، فنقول له هات الحروف ديت خليها باللون اللبني ده مثلا او الازرق ده. تمام، في هنا يا جماعه تاخدوا بالكم انا دي الصفحه اللي بتقف عليها، في هنا اللي هو السهم اللي في اليمين تحت ده لو ضغطنا عليه بيجيب لي زي اوبشنز تانية. تمام، ممكن اعدل فيها برضك. برضك الديفولت هنا ده اللي هو لو انت عندك برضك حاجه، يعني لو انت عندك صوره عايز ترفعها مكان حاجه، يعني مثلا يا جماعه الشكل بتاع حرف الدي لو انت عندك شكل تاني عايز ترفعه عندك بدل ما الشكل دي يطلع من الشكل ده بترفعه مكانه، طب لو ما عندكش خلاص بسيب زي ما هو. طيب هنا اللون ده مثلا اللي هو بتاع الشرط اللي بين كل حرف وحرف هنا، تمام، هغيره لكم عشان يبان، فهنقول مثلا نسيبه باللون ده عفوا. وهنا اللون ده اللي هو لون الحروف ذات نفسها هنقول له اوكي. تمام، طيب كده نخش على السلايدر، السلايدر اللي هو بتاع اللي هو الرينج تون اللي هو الاظهار بتاع تعديل وتوطيد الصوت، الشكل اللي بيطلع لك عامل ازاي، فهنقول له مثلا والله انا عايز اللي فوق ده مثلا. بصوا يا جماعه علامه السلسله ديت دي معناها ان هي كانت حاجه انت اخترتها في حاجه قديمه، يعني في تاب من التابات ديت انا كنت اخترت لون لبني، فهو معنى ان يجيب لك دي كده ان بيقول لك انت كنت مختارها في حاجه قبل كده، يعني لو غيرتها دلوقتي هتاثر في اللي انت كنت مختاره قبل كده. تمام، بس عامه ايه لو احنا غيرناها يبقى مش بالمنظر ده، يعني فانا مش هغيرش انا كنت مختاره في حاجه قبل كده فسيبه زي ما هو. هنا اللون ده اللي هو بتاع الميديا هنا لو خدنا بالنا ده الدايره ديت، تمام، هنسيبها زي ما هي مثلا عفوا. وهنا ده زي ما بقول لك كنت مختارينه قبل كده هسيبه. كل الالوان دي اللي معلهاش سلسله زي دي كده، يعني دي على سلسله دي معلهاش دي كده حاجه جديده ممكن نغير فيها الوان، يعني ممكن دي نختارها مثلا باللون ده اي حاجه، انا بوريكم بس اي حاجه. هنا ده بيورينا الشريزة نفسه هنا عايزه يبقى لونه عامل ازاي. تمام، نقول له مثلا اوكي. طيب مكان نخش هنا على التاب،
التاب هنا يا جماعة لما نضغط على اللي فوق ديت كده اللي هو من الآخر بيقول لك الكلام اللي فوق ده أنت عايزه يبقى لونه إيه تمام. فلو مثلا لونه أصفر أي حاجة فهنسيبه زي ما هو. مثلا الفكرة فكرة البرنامج بسيطة جدا يا جماعة يعني في التطبيق بتاعه. بعد كده هنيجي هنا عند الدروب داون منيو، هو هنا بيقول لو احنا مثلا غيرنا اللون ده هيبقى المنظر ده كده يا جماعة. انت لما بتضغط على ايقونة وينزل لك منها كذا اوبشن او كذا اختيار ده معنى اللون بتاعه يعني عايز يبقى عامل ازاي. هنسيبه زي ما هو الابيض. طيب عايز الكلام فيه يبقى لونه عامل ازاي، فهنقول له مثلا باللون الاخضر ده مثلا هنقول له اوكي تمام. طيب كارد فيو، كارد فيو اللي هو بتاع في الكونتاكتس مثلا والكلام ده كله لما يكون مسجل حد مش عارف ايه بتاع، عايز الحاجات دي كلها يبقى شكلها عامل ازاي. طبعا زي ما متعودين بقى خلاص يعني بيتهيألي انت فهمت فكرة البرنامج. لو غيرت هنا برتقاني اللي هو لون الخط هنا اتغير اهوت، لو جبته مثلا اللون ده عشان يبان لكم شوية جبت اللون ده اهو بيختلف ازرق مثلا. انا مثلا ايه هنجيب اي لون، اي لون يا جماعه انا بعمل سيمز كده تجربه وخلاص تمام. الباك جراوند كولر عايز الباك جراوند دي يبقى لونها ايه، لو غيرناها مثلا خليناها كده طبعا شكلها كده مش ظريف يعني بس انا بوريكم شكلها عامل ازاي تمام. هنقول له مثلا كنسل عايزينها بلون الابيض زي ما هي. طيب الفوتو اي دي اللي هو الواحد لما يكون انت حاطط صوره عندك في الكونتاكتس عامل له صوره عندك، ممكن تخلي لها حرف الاي والبي دي اللي يبقى مكانها صوره، ممكن تخليها دايرة زي دي كده أو تخليها مربع لو اخترنا مربع من هنا أو اللي هو مربع بس الحواف بتاعته كده مايلة أو متاكلة شوية، فهنخليه مثلا مربع هنا زي ما هو. وهنا بيقول لك الباك جراوند كولر، فهنختار مثلا هنا ممكن نختار باك جراوند كولر اللي هي بتاع الأسامي أو بداية الحرف من كل اسم يبقى عامل إزاي، هنختاره عامل إزاي دلوقتي. هنقول مثلا هنا كده ممكن نختار أي لون اللي هو البرتقالي مثلا دوت، قول له اوكي. وهنا مثلا ممكن نختار الاخضر اللي هو البي هنا، او جايب لك كل حرف وعايز لون الباك جراوند عامل ازاي، هنا الاي مثلا هنا البي هنا السي. اللون ده مثلا هنا دي مثلا اي لون اي لون بنجرب بس مع بعض مثلا اللون دوت. وهنا اهو اللي هو السيجنال 1 ديت اللي هي بتاعت زي ما قلت لكم عايز يعني شكل المربعات او شكل الحاجات اللي في الشمال ديت لو انت عايز تغيرها، او ممكن يكون دي اللهم صل على النبي بتاعت الشبكه يعني انت عندك تليفون بخطين ف اللي هو الاشاره بتاع الشبكه الاولى مثلا عايز شكلها يبقى عامل ازاي، تضغط على الايماج هنا وتعمل لو انت عندك صوره ممكن ترفعها والخط التاني يبقى عامل ازاي. ما عندكش خلاص سيم زي ما هو تمام على ما اعتقد دي بتاعتها يعني انا مش متاكد قوي بصراحه. طيب مكان يجينا البادج ايكون، بادج ايكون زي ما شايفين اللون البرتقالي دوت اللي هو بتاع التلاته ده، يعني لو احنا هنا مثلا غيرناه خليناه كده ازرق اللون اختلف يا جماعه تمام، جبناه اخضر مثلا اللون اختلف فهنخليه زي ما هو مثلا. واللون الابيض ده بتاع ايه اللي هو الرقم ذات نفسه اللي جوه الدايره، الرقم ده يا جماعه اللي جوه الدايره ذات نفسه عايزين يبقى لونه ايه، فهنسيبه ابيض زي ما هو تمام. طيب بعد كده اللي هو التايم بيكر ده اللي هو بتاع المنبه او الكلوك يعني تمام. هنا برضو ممكن تغير كل حاجه. هنا طبعا في ايماج يعني اللي هو السهم اللي فوق ده لو انت عايز تغير شكله ممكن تجيب شكل من عندك كمان ابلود من على الكمبيوتر، السهم اللي تحت ليه ام الكلام ده كله تمام. الحاجات دي كلها انت بتقدر تغير في شكلها، وتقدر تغير لون الارقام ذات نفسها اللي فوق ديت. فهنقول مثلا اللون دوت تمام. في حاجة تانية ممكن نغيرها؟ لا هنا كده مش حاجة تانية. لا والله في هنا اهوت لما ضغطت على الاي ام تمام، لا هنا الصورة بتاعتها وهنا برضو اللي هو الصور بتاع او اللون بتاعها احنا قلنا احمر تمام. مفيش حاجه تانية في الايقونه ديت كده. بالنسبه للكومون احنا خلصناها اللي هي كانت فوق هنا ديت تمام. فممكن نخش بقى على الويل بيبر. الويل بيبر باك دي سيبها مش لازم تختار فيها حاجه. هنا اللوك سكرين اللي هو اللوك سكرين بتاعك انت عايز اللوك سكرين بتاعك يبقى الباك جراوند بتاعتها ايه لو انت عندك صور ضغطة طبعا.
وتختار صورة من عندك من على الكمبيوتر وتعملها ابلود، تمام؟ عايز تسيبها زي ما هي سيبها زي ما هي. بعد كده انت ممكن تحط انت باك جراوند لما لما تطبق السيمز عندك على الموبايل، حاجة ترجع لك. الهوم سكرين نفس الوضع برضو، ممكن تحط له صورة من عندك او ما تحطش، حاجة ترجع لك. والاس فيو كفر لو انت عايز تحط له صورة برضو، تمام؟ ده بالنسبة للوال بيبر. هنا بالنسبة للايكون، هنا ادي الاول ابس انت عايز، لو يعني لو انت عندك صور للايقونات دي تاني ممكن ترفعها من عندك من هنا. وهنا الايكون تراي اب ايكون سايز اللي هو يعني حجم الايقونات، عايز يبقى حجمها عامل ازاي، صغيره كبيره الكلام ده كله. هنا الايكون شادو اللي هو يا جماعه بيبقى فيه ظل خفيف كده بيظهر ولا التطبيق هنا، لو خدتوا بالكم لما عملنا شو في حاجه خفيفه ظهرت هنا كده، لو عملت هايد هنلاقيها اختفت، تمام؟ هنا برضو لو ده عايز اغير شكله، السامسونج جير، سامسونج بي، سامسونج جير ميلك ميوزك، ممكن ترفع برضو شكل ايقونات من عندك ودي تعملها زي ريبليس مكانها. هنا انت عايز اللون بتاع الباك جراوند ايه، فهنقول مثلا احنا عايزينه شفاف او ابيض، اسف انا عايزه ابيض. طبعا هنا اللي هو الايقونات ممكن تغيرها، قلت لي انت عايز لو انت عايز تغير شكل الايقونات، تمام؟ ده بالنسبة هنا للايكون. اللوك سكرين هنا الجنرال اللي هو اللون هنا بتاع الساعة اللي هنا عايزه يبقى لونه ايه، هنقول مثلا اللون البرتقالي دوت، تمام؟ طيب كلوك فونت افكت، انت عايز يعني الفونت ده يحصل عليه افكت، طب ازاي؟ اللي هو لو علمنا هنا على دروب شادو شايفين فيه يعني ظلام اسود كده ظهر هنا، او لو عملنا ديت، تمام؟ ممكن طبعا تغير اللون من هنا زي ما احنا شايفين، كنا خلي الابيض ده كده لذيذ عليه. هنا برضو ده شكل تاني، لو شلنا اللي فوق هنلاقي ده شكل تاني ظهر اهوت، تمام؟ شيل ده اعمل ده كده شكل رابع، ممكن نسيب الشكل التاني شكله ألذ ونقول له هنا اوكي، تمام؟ هنا اديت تكست كولر، انت عايز اللي هو التاريخ لونه عامل ازاي، اللون بتاع التاريخ، فممكن برضو نختار لون برتقاني ماشي معاه. باك جراوند ايماج اللي هو الخلفيه بتاعت اللوك سكرين زي ما احنا قلنا، احنا ممكن نختارها من الخطوه اللي كانت قبلها، مش ضروريه تختارها او ما تختارهاش، حاجه ترجع لك. هنا لو ضغطنا على ديت برضو لو عايزين نغير اللون بتاعها ممكن نخليه هنا برضو برتقاني بحيث يبقى كله متناسق مع بعضه، تمام؟ طيب بالنسبه للباترن هنا انت عايز الباترن، طبعا انت ممكن تغير شكل الدوائر دي من هنا من فوق من هنا، تختار يعني ايماج هنا زي ما قلنا وتختار حاجه تانيه. وهنا اللون بتاعها في انا متذكر امبارح وانا بجربه كان في لون، اللون بيتغير من هنا اللي هو اللون الخط لما تيجي تتحرك بصبعك كده على الشاشه من يعني من سبوت لسبوت تانيه او من بوينت لبوينت، اللون بتاعها بيختلف هنا اهوت، تمام؟ انا هنسيبها زي ما هي. وبالنسبه للبي اي ان برضو الباسورد ذات نفسه اللي هو الدوائر دي عايز يبقى لونها عامل ازاي، نقول احمر مثلا فرضا. هنا التكست الارقام ديت عايز يبقى لونها ايه، فهنقول برتقاني، تمام؟ لو اخترنا هنا ايماج قلت لي احنا مش عنديش صور نعملها ابلود او نعملها ريبليس مكان الصور الموجوده، فهنخليها زي ما هي، تمام؟ طيب هنا بالنسبة للهوم سكرين، الهوم سكرين هنا ده الابليبل اللي هي اللهم صل على النبي، لما نيجي نغير اللون هنا كده اللي هو يعني اسم التطبيق ذات نفسه، تمام؟ عايزين يبقى لونه عامل ازاي، هنقول برتقاني. طبعا هنا بقلب الباك جراوند ايماج او ايمج اللي هو اللهم صل على النبي الصورة، لو عايز الصورة باك جراوند. طبعا انا برضو عشان بس انا مش عايز يا جماعة الفيديو يطول، هنا برضو الفولدرات لو عايز اغير لونها، عايز اغير شكلها الستايل بتاعها، برضو هنا الطقس لو عايز اغير كل حاجه فيه. على ما اظن انا يعني اكيد مش هشرح البرنامج كله خطوه خطوه، بس على يعني ايه احنا الى حد ما شرحنا البرنامج كله، ممكن نشرح دي خلي دي اخر خطوه يعني نقولها في البرنامج. هو هنا بيقول لك عايز الاستاتيو بار اللي فوق دي تبقى لونها ايه، زي ما احنا شايفين كده لما انا غيرت اختلفت، فنقول له مثلا خليها ابيض، تمام؟ طيب عايز اللهم صل على النبي اللي هي شكل الضبط ده يبقى لونه ايه، هنقول له مثلا خليه برتقاني هنا كده مثلا. طيب اللون بتاع الايقونات دي عايز يبقى لونها ايه، هنقول له برتقاني نفس اللون ده، ناخده بس
كود بتاع كوبي. طيب هنا اللي هو دي معناه يا جماعة، اللون البرتقالي اللي كان فوق ده بتاع الابلكيشن وهو مفتوح او متفعل، يعني انا هنا كده زي فاتح الواي فاي. طيب هو بيقول لك بقى شكل الابلكيشن وانت مش مفعله، يعني الواي فاي ده لما اطفيه يبقى اللون بتاعه عامل ازاي. فهنقول له مثلا خليه برضو زي البرتقالي ده كده، بس هنفرقه ونخليه اخف شويه بحيث نبقى عارفين ان هو كده ايه، مطفي مش شغال يعني. طيب التكست كولر اللي هو لون الكلام نخليه نفس اللون برضو اللي هو البرتقالي دوت. تمام. طيب لما نيجي نضغط هنا في يعني بيج 1 وبيج 2 اهيت. تمام. هنا بيقول لك اللي هو الجزء ده عايز يبقى لونه عامل ازاي، فهنقول له مثلا خليه كله بقى نفس اللون كده برتقاني. تمام. هنا برتقاني برضو ده اللون ده دي بتاعت بقية الخط هنا عايز يبقى شكله عامل ازاي، هنقول برتقاني برضو بس نخليه لونه خفيف شوية بس يبقى متفرقين. عفوا. تمام. هنا الجزء اللي تحت دوت هنخلي الباك جراوند بتاعته مثلا بيضة، واللون الأخضر ده هنخليه برتقاني برضو. تمام. طبعا هنا هي ظاهرة بالأخضر، هنا دي احنا كنا مختارينها في أوبشن قبل كده بتاعت الكوم من فوق، كان في السويتش كنا احنا مختارين سويتش لونه أخضر. طبعا لو اللون ده مش عاجبه بعد كده أو شايفه مش متناسق مع ده، أنت ممكن ترجع تعدله من ورا. كنا جايبينه في كومن تقريبا، هنا كنا جايبينه في مش فاكر متذكر اكشن بار تقريبا او كنترولز، كنا جايبينها منين اهو يا جماعه اللي هي ديت. تمام. يعني احنا لو غيرناها دلوقتي عشان برضو تبقى انتوا واخدين بالكم، لو احنا غيرنا اللون ده اللي هو الاخضر ده وحطيناه برتقاني، تمام، لما نيجي هنا على الاستاتيو بار هتلاقيها اختلفت بقت او نوتيفيكيشن بانل اسف بقت برتقاني هنا اهو. فهو اللون كان هنا اخضر لان انا كنت مختاره قبل كده في حاجه تانية لونها اخضر. تمام. هتيجي برضو هنا على الفون، انا مش هكمل بقى شرح، انتوا يعني اكيد فهمتوا الطريقه عامله ازاي، هتضغط على حاجه هنا وتغير لونها والكلام ده كله وتشوف. طبعا هنا في امور كمان انك ممكن تخش للكيبورد برضو وتختار الوان الكيبورد واشكاله والكلام ده كله. واللي هو الاس بلانر اللي هو بتاع التقويم، الكلوك برضك ممكن تغير فيها، الايميل، الكالكوليتر، الكلام ده كله. تمام. طيب هنفترض مثلا يا سيدي خلاص انا كده عملت السيمز وتمام على كده، وانا عايز بقى احفظه او اطبقه عندي على الموبايل. الموضوع بكل بساطه انا هوصل الموبايل بالكمبيوتر عندي. تمام. ثانيه واحده. أتأكد بس إن الموبايل وصل. ألاقي إن الموبايل وصل خلاص أهوت. تمام. ثانية واحدة أفعل بس متجر السيمزات عندي على الموبايل. لأن كنت عامله زي ديسيبل أو ستوب، لأن السيمز يا جماعة إحنا لما بنحطه على الموبايل بيبقى تريال او فتره تجريبيه لمده 10 دقائق، فانا بعمل ستوب او بعمل ايقاف لمتجر السيمزات عندي بعد ما اطبق السيمز عشان السيمز يفضل مشغال عندي. طبعا ازاي اعمل كده وازاي اعمل يعني ايقاف لمتجر السيمزات، ده ما كان موجود في حلقه ثانيه انا شرحتها يعني موجوده على القناه، هحط لكم برده اللينك بتاعها اللي عايز يعرف. المهم نيجي بس دلوقتي للخطوه بتاعت ان احنا عايزين بقى نطبق السيمز اللي انا عملته ده على الموبايل عندي. طبعا قبل ما اطبقه احنا ممكن نعمل اللهم صل على النبي، احنا ممكن نجيب اللي هو نشوف شكل السيمز. لو عملنا اللي هو اختار دوت، هو هنا جايب لي بصفه عامه السيمز شكله هيبقى عامل ازاي، لو انا جاي حاجه عايزه اللي هو اغيرها قبل ما احفظ السيمز على كده يعني. تمام. طيب انا مثلا خلاص حلو كده وعاجبني على كده، فانا اجي هنا اختار يعني على قائمه منيو ديت واختار هنا ابلاي تو ديفايس، وهنا هيبدأ يحفظه لي عندي على الموبايل. استنى لحد ما يخلص، هو ما خدش كام ثانية يعني. لحد هنا بيقول ان هو خلاص حفظ
حافظ السيفز عندي على الموبايل. تمام، هو كده خلاص، هو بيقول لي ان هو انا حفظت لك السيمز عندك على الموبايل، خش في السيمزات واعمل له ابلاي. فانا هعمل له ابلاي و يعني وهصور لكم شاشه الموبايل او شكل السيمز عندي على الموبايل، وهكمل لكم بيه الفيديو يعني. وزي ما بقول لكم الطريقه سهله زي ما انتم شايفين، وما فيش فيها مشكله خالص. فانا يعني انا خلاص المفروض كده السيمز يبقى عندي على الموبايل، فانا هطبقه وهسجل لكم فيديو على الموبايل ويعني وهضم الفيديو دوت. واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جيت لكم هنا يا جماعه، خلاص ان شاء الله معايا على الموبايل بقى دلوقتي. احنا خلاص كنا وقفنا في الفيديو ان احنا يعني عملنا السيمز ابلاي تو ديفايس. تمام، فانا جبت الموبايل هنا اهوت، هنخش نشوف السيمز فعلا موجود ولا مش موجود، ونطبقه ازاي، وازاي نعمل ايقاف لمتجر السمات. طيب انا هخش على متجر السمات عادي خالص هنا، وهاجي هنا على السيمز عندي. تمام، اقول له مثلا هنا فيو اول، فهو اللي انا كنت مسميه تيست اللي هو دوت. تمام، فهقول له هنا فري تريال او اللي هو نسخة تجريبية يعني، فهيبدأ هنا يطبق معايا السيمز. تمام، عايز بس اخش اغير ال، لان انا كنت يعني اللانشر اللي شغال بيه مش بتاع سامسونج، فعايز اجيب لكم بتاع سامسونج برضك. الديفولت ابس هقول له هنا هو تاتش هوم. تمام، زي ما احنا شايفين يا جماعه اللون بتاع الكلام هنا اللي تحت اختلف خالص. عشان برضك اوريكم انا بتكلم في ايه. تمام، هنا اللون بتاع الكلام اختلف هنا اهوت. تمام، نرجع باك. هنشوف ايه تاني، شكل النوتيفيكيشن هنا اختلف. تمام، ادي الالوان اللي احنا كنا مختلف يعني مختارينها، او شكل او الوان الايقونات وباك جراوند الابيض. لو جينا على الضبط هنا هنلاقي الالوان، طبعا ممكن يكون اللون الاخضر ده مش متناسق مع البرتقالي اللي احنا مختارينه، بس احنا كنا زي ما بنقول احنا بنعمل تجربه. لما بنخش على الكونكشن هنا مثلا، ادي شكل الايقونات اللي في الجنب. تمام، فكل حاجه لو احنا كنا اخترنا حاجه مثلا في الكيبورد او حاجه، كنا هنلاقي لنا انه اختلف هنا، بس انا عشان ما عملتش الكيبورد. اي حاجه اخترناها في السيمز، شكل التعليق والتوطيه. لو جينا بصينا هنا، ادي الالوان اللي احنا كنا مختارين اللي هو الاخضر. تمام، والشكل الاحمر هنا، فاي حاجه كنا احنا مختارينها هنلاقيها اختلفت معانا. طبعا انا ما يعني ما عملتش حاجات كتير في السيمز قوي، بس كل اللي احنا اخترناها هنلاقيه اختلف معانا. فبس دي كانت الطريقه. شكل اللوك سكرين من بره هنا، لو احنا شفنا اللون اللي هو كنا مختارينه اللي هو 49 شايفينه هنلاقيه اختلف. بس طيب انا دلوقتي مثلا طبقت السيمز خلاص، هو عجبني، فانا بقى عايز اعمل لمتجر السيمزات ده ايقاف عشان ما يجيش بعد 10 دقايق والسيمز يروح من عندي. فانا هفتح البرنامج اللي هو دوت. طبعا البرنامج ده لينكه وطريقه تشغيله وطريقه تفعيله كلها موجوده في فيديو على القناه، وهحط لكم اللينك بتاع الفيديو اللي مش هتفرج تتفرج عليها. وهعمل له هنا ديسيبل لمتجر السيمزات. كده خلاص السيمز هيفضل موجود عندي بشكل دائم، مش هروح عندي بعد 10 دقايق ولا حاجه خالص. بس و يعني لو حد عنده اي استفسار او اي كومنت يعني يكتب لي في التعليقات، وانا ان شاء الله هعرف اتواصل مع كل الناس. واحب اكرر بس ان الطريقه دي حصريه يا جماعه، انا ما شفتش اي قناه خالص او اي حد شرح الطريقه ديت. انا بتكلم على حد عربي، لان ممكن يكون في ناس يعني يوتيوبرز اجانب عملوها. فيعني ارجوكم قدروا مجهود الواحد، بلاش حد يسرق الموضوع. ولو يعني يا ريت الاشتراك في القناه ولايك وشير للفيديو لو عجبك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.